عارف؟ والله لما المدير قال بإذن الله وعلى سنة رسول الله قلت لحالي أيوة، والله راحت عالصبي. قولي لا تذكرني يا أخي، أنا بلحظتها انقطع نفسي والله. ولما اطلع أبوها هيك بكل هدوء قلت لحالي ومصيبتها. كل واحد لازم يكون قد كلمته ويحمي شرفه وعرضه، ونحن هلا ما بنعطي البنت لشب مثل هاد، حاطط روحه على كفه مشان يحمي البلد، مو معقول. اي الف مبروك عليه. حلال عليك عمي، هات ايدك لبوسه. خلص لك بالك، اعطيني ملح. لك يا ابني وقف، ارجع لوعيك. شو اللي عملته؟ شو صار لك فجأة؟ بالرفاه والبنين. ايدك عمي. الله يرضى عليك. ايدك ما تعمل ان شاء الله. الف مبروك يا ابني. الف مبروك. مبروك يا ابني. اخي انا لما صفن الصفنه العجيبه فكرت رح يقول شي تاني. ايه هلا انت بتضل عم تركض لتخلص تحضيرات الخطبه تبعك. قلت له رح نروح نخطب له، قال هالترفيعة أكبر من هيك، قال لي حيرفعوا رتبة. ليش وقفت ابني؟ الحمد لله. يلا بقى امشي رح يبرد البرك. يلا مزبوط والله، بس في ترفيعة بالموضوع. احتمال كبير يفوتوا من هي الجهة، بنص البلد في زحمة، بس لما بيوصلوا لهي النقطة بنقدر نقطع عليهم الطريق. أحياء ولا أموات؟ إذا فينا نجيبهم عايشين ماشي، وإذا ما مشي الحال مجبورين ندفنهم، ما في حل تاني. وفي خبر مو حلو، المهام الخاصة هي اللي رح تنقل نجدة. شو؟ قلت المهام الخاصة؟ لك من وين طلعوا لنا هدول هلأ؟ الأمن بيعرفوا شو أهمية نجدة عنا، احكي لنا شو لازم نعمل. معناها بتطلبوا دعم. كيف يعني؟ طلب الموتورات. تكرم عينك. اخي انا لهلا ما كنت افهم ليش عطونا لنا مرافقة واحد وسخ مثل هذا. شو صار لك؟ مستعصبة يعني؟ ايه طبعا اخي، الزلمة تاجر مخدرات، وفوق هيك ما في شغلة وسخة ومعاملة. لا يا صاحبي ما بنعمل شيء وسخ. البنات بيجوا بيطلبوا منا شغل ونحن منقدم لهم المساعدة، يعني فيك تقول خدمات إنسانية. شو رأيك إخنق لك يا لهذا؟ تمام بالتا، أهدى خلينا نسلمه بخير وسلامة، والقاضي رح يخليه يبكي دم أصلا. مع هيك ناس وسخين مثل هاد الأهالي لازم يديروا بالهم منيح على أولادهم، لازم يعرفوا لمين عم يسلموا أولادهم ومستقبل أولادهم، لازم يبعدوهم عن كل رفقات السوق الوسخين بالبلد وخصوصي مثل هاد. لو تعرف كم أمر توقيف بحق هاد الوسخ، الانتربول للاستخبارات السرية. الشخص الناجح دائما مستهدف، وأنا رجل أعمال ناجح. الله الله. قلت لي رجل أعمال. سيبو، إذا هذا الزلم لهالدرجة خطير، وإذا سلموا فرقتنا نحن مهمة توصيله على المطار، لازم ندير بالنا منيح بلا ما نتفاجأ بشي هلا. تمام، أنا رح ضلني مراقب حالة الطريق والحركة اللي فيه. برافو. ليش هيك عم تطلع يا وسخ؟ معجب فيك. يعني لو اجيت لعندي انا كنت بتقبضي اضعاف اللي بتقبضيه هون وفوق هيك. خلص عندي سيبو، اعطيني الزي العريض من عندك. فضل جميل، مسك خلي هاد. ماشي يا اخي. نستقر واحد الى مركز المراقبه. اسمعك جيد. تعال هون. افتح تمك. افتح عامل لك. افتح تمك. افتح حيوان. افتح تمك. افتح. يلا يلا لك.
شايف هيك صرت كتير حلو. يعني لازم فجر هدول الرصاصات واحدة واحدة بيتمه، بيطلع منهم عرض حلو. ها والله بيجيك عالم كتير. نحن ما منسكر تم الشيطان وبس، منعبي له تمه رصاص يا صاحبي. ايه يا أفندي عم تفهم؟ هلأ طلعوا من هنيك، ناطر الشباب يركبوا جهاز التعقب. تمام، جهاز التعقب مكانه. ليكن هون؟ نحن بعاد عنهم. لا منبلش، ما هيك؟ تمام، خبر المطورات كمان ويلحقونا من الطريق الثاني. ماشي أخي. مطلوبنا ارسال كاميرات المراقبه الينا بسرعة. يعني جليسين اطفال ولا باص مدرسه؟ من مجال مهماتنا في حمايه الشخصيات المهمه كمان. اصلا هذا اللي مضايقني، يعني مين هذا اللي يجي لك اخي؟ لك نحن ليش لنحميه لهذا الزلمه؟ يعني انت رح تطلع افهم من الامن ومن المخابرات السريه يا كارلوس؟ اه عن جد انا كمان علي ما عم يستوعب هالشيء. نحن بالعاده كان لازم انه نقتله لهذا الوسخ بارضه. شباب ليكو، هالسرسري كان تاجر نسوان وتاجر مخدرات على نطاق دولي واسع، ولما زلمة مثل هذا بيحكي كتير عن أوكار لوسخين مثله رح ندمرها. ولما هيك زلمة بيوقع بإيدين الأمن، الكل رح يحاولوا إنه يسكتوه. أي طبعا. يعني وإذا بدنا ندمر الشبكة ما بيفيدنا ميت، لازمنا وهو عايش، ولهيك أخذنا المهمة. ولو بتعملوا معروف بدل ما تستخفوا فيها، الكل لازم يفتح عيونه. شباب لا تأخذني أخي، أنا هلأ فهمت عليك. منيح. أي والله أخي. وكيف الوضع؟ لقدام ما في زحمة كتير، ماشي الحال يعني، هنيك منيح. الموتورات جاهزة؟ عم يفتروا من الجهة التانية. يلا معناها رح نبلش. يلا تجهزوا. اقطعون أخي. ايه اطلع عنون. سيبه الزلمة ده عسلم. ها باص صغير بيقطع سيارة شرطة، راح فيش اللوحة تبعه. لا لا أخي ما في عنا وقت، لا يصير شي بتفيش له. الشباب خليكم منتبهين منيح. مثل ما توقعت جايين ياخذوا له الوسخ. شو بنعمل؟ عاكف جميل اسمعني، هذا الزلمه بامانتك. المعلومات اللي بيعرفها كثير مهمه، انت خليك بالسياره ولو شو ما صار لازم تضل تحميه. امرك سيدي. استنوهم استنوهم ليطلعوا. الهدف معروف، نظام الهجوم على الباص. انزلوا يلا شباب، فضوا السياره. يلا يلا يلا. انت انزل على الارض. يلا يلا، بحياتي ما استلمت هيك امانه وسخه.